بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن البري إنكريمنت. وبسبب أن احنا اتكلمنا أو يعني مهدنا للنقطة دي في أول الحلقات خالص. طيب البري إنكريمنت يا جماعة فيها بنحاول نكتب أو بنحاول نحط 2 بلس، زي مثلا أنا كان عندي فاريبل A بقول بلس بلس A، ده معناه يا جماعة ده الشكل ده بري إنكريمنت أوبريتور. تمام أوكي جميل. إيه اللي بيحصل في الشكل ده يا جماعة؟ اللي بيحصل حاجتين اتنين وخد بالك منهم، تمام؟ أو بيحصل مرحلتين أو خطوتين، يعني الخطوة الأولى زائد دي أو زائد الأولانية، إني إيه بيحصل بالظبط؟ بيحصل أد واحد تو فاريبل، الحاجة الأولانية بضيف واحد لقيمة الفاريبل ده، اللي انا مثلا لو انا كنت جاي لـ A يبقى انا بضيف واحد لقيمة الفاريبل A، فبالتالي اللي بيترتب على المرحلة دي ان الفاريبل فاليو تشينج. تمام؟ طالما ضفت واحد قيمة الفاريبل الأساسية تتغير، حتى لو انا كنت معرفه برقم، بس بعد ما صرح عنه بالبري انكريمنت قيمة الفاريبل الأساسية بتتغير، بيضاف لها ايه؟ بيضاف لها الواحد. جميل. بعدين يا جماعة ايه الخطوة التانية؟ بيبقى الاساينمنت. بيحصل مسألة الاسناد لقيمة الفاريبل التانية، لو انا كنت قلت مثلا اكس بتساوي بلس بلس ايه، فاللي بيحصل انه بيضاف واحد لقيمة الاي وقيمة الاي بتتغير، بعدين بيحصل الاسناد للقيمة كلها للفاريبل اكس. تمام؟ يعني لو مثلا لو قلنا اني مثلا خلينا نقول var a بتساوي 3 مثلا، اوكي، وبعدين رحنا قلنا x بتساوي plus plus a، فده معناه ايه يا جماعه؟ ها خلونا نوقف هنا شويه، ترجمت الخطوه دي، ايه اللي هيحصل في الa؟ جميل، هنقول ان الa دلوقتي بتساوي ها a زائد 1، او علشان انا ما لخبطش الناس خليني امشي زي ما انا كنت كاتب، اقول بتساوي 1 زائد a. جميل، يبقى هتساوي 1 زائد قيمة ال a الأساسية دلوقتي كام؟ اللي هي 3، 1 زائد 3، يبقى قيمة ال a اتغيرت بجت بكام؟ قيمة ال a اتغيرت بجت ب4، فأنا لو دورت على قيمة ال a دلوقتي وطلبت من جافا سكريبت أو من الكونسول بتاع جافا سكريبت إنه يطلع لي قيمة ال a، هيقول لي لا قيمة ال a الجديدة بجت ب4. حلو كده؟ ده الخطوة الأولانية، كده أنا إيه خلصت الجانب ده. الجانب التاني بقى مسألة الأساينمنت، فبالتالي قيمة ال x بتساوي إيه؟ بتساوي برضه 4 ناتج بتاع بلس بلس a. تمام كده؟ ادي اول مرحله، وبعدين مرحله ثانيه بيحصل الاسناد، يعني ضفت واحد وبعدين اسندت للفاريبل الثاني. لو حبينا نتاكد من القصه ديت خلينا ادينا انا فاتح الكونسول يا جماعه وامشي على نفس المثال اللي انا كنت اشتغلت عليه، اقول var a بتساوي 3، فانا لو كتبت دلوقتي a هيقول لي 3. حلو، لو انا قلت له x بتساوي بلس بلس a، عملت انتر هيقول لي اكس دي ب4، لانه عمل ايه؟ عمل يعني جاب قيمه الاكس اللي جاب قيمه الاي اللي هي ايه؟ اللي هي 3، ها، وبعدين عمل فيها ايه؟ جمع عليها قيمه 1 وساوى القيمه، بيجي 3 زائد 1 بكام؟ ب4. الناتج دلوقتي بيجي كام؟ قيمه الاكس ب4. طب قيمه الاي اتغيرت؟ قيمه الاي اتغيرت لانها ايه؟ لان انا ضفت عليها 1، فانا لو قلت له ايه دلوقتي بتساوي كام؟ ايه بتساوي 4. تمام كده؟ على الرغم ان انا مصرح ب ايه بتساوي 3 فوق، لكن لما انا استخدمت الانكريمنت ده بلس بلس ايه، القيمه بتاعت الفاريبل اتغيرت لانها تم اسناد لها قيمه 1. طب دلوقتي قيمه الاكس بكام؟ ب4، وقيمه الايه؟ ب4. طب لو انا قلت له دلوقتي مثلا ان الاكس تاني بتساوي بلس بلس ايه، فانت مستني ايه؟ ان قيمه الاكس تطلع بكام؟ ها قيمه الايه دلوقتي بكام؟ قيمه الايه دلوقتي قيمه الايه دلوقتي ب4، اهو انا كنت طب لو جمعت عليها 1 هتبقى 5، يبقى الناتج ده هيكون عباره عن 5، يبقى الاكس دلوقتي ب5، وقيمه الاي دلوقتي بيجي بكام؟ ما يقوليش ب4، ما انا عملت انكريمنت عليها دلوقتي، يبقى انا لو قلت له ايه بتساوي كام هيديني ايه؟ هيديني 5 لاني انا ضفت عليها 1. ده بالنسبه ليه؟ للبري انكريمنت. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.